هذاك السيكوريتي ديالكم هنا هو هذا اللي واقف من الزرق. حاولوا كيشوف هنايا. اه راه هو اللي يمكن بغيت يتاكد واش انا ماشي انا. عرفت انا قلت له شوف تي في البوليس يخاف فهمتيني حيت انا عارفه هذا. واش هو هذاك اللي واقف تما كيشوف هنايا؟ اه كيشوف راه جا 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 دابا باش يشوفك واش انت لا. انا باش نمشي طول هذا. عندهم المراكب ديالهم. شوف من البارح من البارح السكرتي هو نعيط ليه قال له راه مرتك جايبه لك الجوندار ما تحلش الباب وانا متاكده 100% هو نعيط ليه حيت فاش مشيت غادي الدور اللي كندور حيت داك السكرتي كيعرفني ديجا كيوصي عليا عرفني الدور اللي درت ولي الدور لقيته كيعيط في التليفون مازال كيشوف بانها باش ما كيلخصو كيفاش يلقى باش يوصل باش يقول له راه رد بال هذه السعاده الثانيه الطرق ديال الرحمه حدا دولي دول حدا معروفه يعني حدا دوبليكس السعاده الثانيه الطرق ديال الرحمه. مشاهدي موقع شوف تي في مرحبا بكم من جديد. يعني خيانه بشكل ثاني والزوجه اللي ولات هي اللي خايفه ومخبيه خايفه يعني اللي يشوف يولي ضربها لانه كيضربها كيعنفها قالت بانه كيشرب المهم ما قادرش توقف في الباب جابت رجال الدرك الملكي يعني مع الصباح جوج الصباح 12 الليل تالين هنا شحال ديال الوقت بقيتي هنا بقيتو ثلث ساعه يعني من 12 الليل جاو بقاو كيدقوا وهي كانت متاكده ديال الجيران قالوا لها بانه مدخل وشي تيبعينك فوالا وبانه مدخل وحده للدار هي كتقول بانها ما تنصفاتش لان دفعت العديد من الشكايات لا ديال الضرب لا ديال الجرح لا ديال المهم هادشي غتقول لكم هي دابا هو لداخل وهي مسكينه خايفه يعني اللي يشوفها ويضرب يعني حتى داك الكار ديال اللي كنت ملي كان جا واقف هنا كيطل قالت لي هذا هو اللي كيوصل لي الهضره راه جا من الخل المبل وجا كيتحقق كيشوفها واش هي ولا لا باش يوصل الهضره دابا المشكل انها اتصلت برجال الدرك الملكي غير دابا وقالوا ليها جي عندنا هي خافت انها تغادر المكان واللي هو مخرج السيده المهم هادشي مرون الروينه ديال مات يعني ولا دابا هاك عاودي لي من الاول شنو الواقع راه يقدر دابا يخرجها ويحطها في شي بلاصه حبيتي حيت راني عارفه حيت البارح السكيورتي نعيط ليه قال له عاودي من الاول شنو الواقع وي اه راك يعني كيلقى كيفاش يزيد باش يمشي انا شوف انا هادي 10 ايام انا عساس عليه حاضيه قد مني راسك بعدا بعدو سمحي لي انا وفاء الزاهدي مرات لا ما ديري الكنيه ديالك ما عنديش مشكل انا مفتخر بكنيتي حيت هو ديجا شوهني دار ليا كونت فيسبوك بسميتي وكنيتي هادشي اللي كاين عادي جدا انا مرات هاد السيد ني في الدار انا هادي 10 ايام انا ما يمكنش ليا غادي نكرفص الشرطه ما يمكنليش نكرفص انا شفتو في التيفي ما يمكنليش انا نكرفص راسي 10 ايام انا حاضيه كنتثبت يعني واش بصح داكشي اللي قالوا ليا ثبت بان غادي لينا مشكل من الاول ما تدخليش في الموضوع قد من راسك المشكل كيفاش بدا لك علاش وصلتي هنايا وفينك علاش ما عايشاش انت مع في الدار جلاني كنت انا عايشه معاه في الدار انا كيتزوج به كيتزوج بنا قبل ما نتكاتب انا وياه خدينا الصور ديال الدار هادي خدينا الصور ديال الدار يعني ما كنت خدامه جلست نخدم قال لي انا ما عنديش ما تخدم قلت له ماشي مشكل جلست عشت مع ماما واحد المده تناقشنا انا وماما يعني من حقها ما يتقلش مع راسها شحال مزوجه من وحده انا السادسه قولي انا الزوجه انا الزوجه السادسه يعني ثلاثه امريكانيات بعدا وحده انا امريكانيه عارفه يعني ولكن هو قال لي ثلاثه وجوج ثلاثه مغربيات يعني ما نلقبش بالاسماء ديالهم يعني ثلاثه انا 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 السادسه الزوجه انا الزوجه السادسه تبارك الله الله يبارك فيك ما انت عارف هادشي لا ما عرفت انا بصراحه انا ملي كنت عارفه بان مجوج غير امريكاني باش دارت لي الوراق ومعرف بان مجوج وحده عايش في امريكان عنده جنسيه امريكانيه وديما كيقول لي انا شوفي انا ني قبل منك وما داروا ما استفدوا حتى حاجه مع ذلك انت اش غتستافدي شوفي بغيتي تفكي سيري ديري الطلاق اتفاقي انا ما عندي ما تاخدي حتى شي حاجه تاخدي من عندي ما عليناش فاش تخاصم تناقش انا وماما كنت فتحت وجا عندي الكلينيك راه بغى يضربني في الكلينيك وانا فاتحه حيت هو معصب هو عصب حيت ما كيصحاش من هضروكم الحشيش يعني هاد السيد انا ما فهمتش
ما فهمتش انا علاش كيتعصب هكا، ما فهمتش. قال لي ما تمشيش عند والديك، ما تمشيش، ما مشيت، ما يجيوش عندك، وي ما تمشيش عند، ما تمشيش عند خوتك، ما مشيت. كيقول لي حتى نجي انا عندك ليهم ماشي مشكل. قلت ماشي مشكل، يعني الراجل غيتحك فيا من حقه. كيجيو خوتي عندك كيقول لي ما يبقاوش يجيو عندك بزاف، علاش انا كل مره جايه؟ كنقول له راه يعني كيجيو عند اختهم، كيجيو عند شي واحد براني، ودو تفصل ما كيجيو. يعني حتى كتسافر كيجي كيطلع ليا صله الرحيم. الله ما عمرني مشيت مع الامريكان. قال لي لو بغيتي تمشي مع الامريكان عطيني 7 المليون وندير لك الوراق. وانا كنت غا مزوجه معاه. باش نصوب لي، باش يصوب لك الوراق. قال لي باش نخلص الضرائب في امريكا. ما خلصش الضرائب، حيت هو الا بغى يديني خصو يخلص الضرائب. هو ما خلصش الضرائب من 2014. انا ما كذبش عليك كنت غادي نعطيها له، ولكن جاوا الناس عندي قالوا لي وايا كي تعطي قلت شنو ضمنتي يعني يقدر ياخذها لك. راه هو راه عارفه بانه راه كيعرفني، راه عرفني وشايفني وراه موصي ديك السيد بان الا جاتك السكيورتي ديال العماره ديالنا راه عارف كل شيء. راه هو اللي كان كيوصي عليا، وديك الناس دومونديت النمره ديالو باش نتاكد. ما بغاش يعطيها ليا صافو دي راه معاول معاه. لا هذا ولا ديال الميدلين، ميدلين صافي. تحولنا فاش طلعت من مشيت عند والدي الفاس، بقيت جالسه واحد جالسه مع والدي الفاس شحال واحد المده، تناقش انا وياه عاوتاني تصالحنا. الله يديم خلق لا والو صافي. درت ليه التنازل في المحكمه على داك الشتم والسب، عاوتاني درت ليه التنازل على النفاقه. رجعنا للدار، رجعنا لهادي كيضربني في الدار. ما يعني هو كيما ما كيضربش داك الضرب حتى كيبين فيا لي طراس باش ما نمشيش نديكلاري بيه. يعني داك الضرب غير ولا كيهددني ديما كيقول لي غادي ندير لك، غنفعل لك، غنصيبك، غنصيبك. تزوجتي بين الوراق ولا تزوجتي عادي؟ لا تزوجنا عادي بصراحة، ما تزوجش على ود الوراق، تزوجنا عادي. صح انت عارفة بانك انت السادسة ولا من بعد؟ لا ما عارفاش بصراحة، ما عارفاش. لا ما عارفاش انا بان مجوج. انا ستة لما المره اللي غنتزوج به حتى تزوج به انا اني عارفه مجوج وحده ومطلقه، يعني سي نغمر كما انا ديجا مجوجه مطلقه حتى هو مجوج ومطلق عادي. مي فاش قلت له علاش طلقتي السيده قال لي طلقت على الخيانه. اي وحده كيطلقها كيطلق على الخيانه. صافي جينا هاد الدار، هو مشى لامريكان، انا بقيت مقابله الخدامه هنا مقابله ليه فراشو، يعني كنمشي عند الطابيسي وجد هادي وجد هادي حتى وجدت ليه الدار. صافي قادت ما بقى فيها حتى شي حاجه. اني غادي اني غادي اني غادي اني غادي لا ما غادي اني غادي ما صافي تصلحت ليه الدار. يعني قادت ليه الدار وجدت ليه كلشي، قدت لي الدار وجدت لي كل شيء. صافي تناقش انا وياه. هي داك فاش صورني عريانه فاش مشيت لدارنا، مشيت عند خويا لدارنا، عيط لي في التليفون قال لي شوفي الا ما رجعتيش للدار غادي نلوح لك تصاورك في الفيسبوك. قلت له علاش من؟ قال لي خصك ترجعي للدار. انا شفتي عيط بقيت فوق. قلت له شوف ود الناس الا كنتي كتهددني باش تلوح ليا تصاوري انا ما عنديش مشكل غير لوحهم. هو اللي بغى يخرج غادي يخرج، ولكن هو لا بغى وي جو سي. هو لا بغى يخرج غادي يخرج يلقى وسيله، حيت الناس راه وصلوا ليه كيفاش. مي البارح متاكده كان هو وياها، مي دابا يقدر يسلك ليا حيت الناس هنا. هو غادي يبقى تما قادمه حيت هنا لا راه لا كاينه الخرجه من هنا، ما كايناش غير خرجه هذه، كاينه جوج خرجات، كاينه خرجه من هذه وخرجه من الاخرى. صافي في الاخر قلت له الناس ما عنديش مشكله، غتشوهني باش تلوح ليا تصاوري ما عنديش مشكل. انا بعدا مرتك ماشي حصلتيني عند شي واحد ولا لوح درني بغيتي. صافي هربت جيت مشيت عند خويا، هجم علينا لدارنا، جاب لي خويا البوليس بقى كيدير لي التهديدات، بدا كيهددني بار تليفون. مشيت عاوتاني سلت عند نصب خويا، عاوتاني جا هجم عليا في اخر لحظه تفرقت الجوقه عاد جاو البوليس. صافي هو مشى بحالو الميريكان. انا كنت ديجا درت بيه محضر وديك التهديد وديك كلشي درته في اوديو وحطيت في المحكمه انا بيدي. شهر جوج شهر ثلاثه جاب كونفيلمو، يعني ما كان لا دخول لا خرج لا حتى شي. صافي خلي الدعوه هي هذيك، يعني حتى المحامي ما كاينش باش انا غادي نخرج عند المحامي كلشي ساد. فاش تفتحوا صافي حيدو لا حلفان في. انا عارفه غادي يضربني، انا عارفه يضربني. انا عندي في الصباح، انا مع 6 الصباح عيطت ليه باش نتاكد بان بصح معاه المره في الدار وهضرت معايا هو وهي كيسبوني. انا عندي تسجيل ولا دات امتى جاو الجوندام
امتى الساعه عندي تسجيل بانه هو كيهددني وكيسبني وقال لي اه بصح ما جا عندي حتى واحد الجندار. انا كنت كاين في الدار ما دق عليا حتى شي واحد، وابخي قال لي انا غندوز لك السيده ودوزها ليا، وقلت عليا العفه ها هو ما عندي في التليفون مسجلين صافي. فاش ما عندكش لا سبات لا والو؟ لا بدل لي الساقطات، انا ناني خرجت بدل لي كل شيء. جيت قلت له عطيني غير حوايجي، قال لي ما كتسي لي حتى شي حاجه، يعني حتى حوايجي الملبوس ما بغاش يعطيهم لي. بنتي عارفه كاينه تما ولا بغيتي تدخلي؟ ما نقدرش ندخل. علاش؟ غادي يضربني، انا عارفه غادي يضربني، انا عارفه اش كيسوى. انا مهما انا جيت البحو كان بكي وكنعيط للبوليس، عارفه اش كيسوى، حيت مهما هو تجر وجاب صحابه وهجم عليا الدار ديال خويا وهجم عليا عاد نسابو وما داروا للبوليس حتى شي حاجه، راه اي حاجه يقدر يديرها. مهما ما يقول لك السيد كيقول لي شحال مره كيقول لك، يقول لي شوفي غنتضرو كرا مزيان شي نهار وغنهزك غنلوحك من السنكيه وجموف، انا ما عنديش مشكل. المهم انا غاد المهم نخليك مهرسه كل الخيانه راه مروحه في الدار. انا ما جيتش انا غير معذباك، واش انا نضربها الطرقه كلها باش نجي انا نشوف فيه؟ لا واش باغا ديري دابا علاش جيتي هنا للدار؟ باغا نعرف واش بصح كاينه مع المراه ولا خرجها. ودابا كنعيط للجندام، الجندام مازال ما جاوش. البارح عيطت ليهم، بقيت نعيط قال لك لا حنا ما عندناش الحق تسعود الليل. قال لي شحال ديال الساعه؟ قلت له تسعود الليل. قال لي ما عنديش الحق نجيو ندقوا على الناس. قلت له شوف اسيدي واش ما عمرك شتي شي خيانه بالنهار؟ الخيانه ديما كتكون بالليل. قال لي اجي عندنا تكرفص باش وصلت عندهم، راه ما عارفين اني ساكنه في هذه السعاده الثانيه، كيفاش غتمشي عند الجندار؟ مشيت لتما بدا كيقول لي شوف بنتي حنا ما عندناش الحق نمشي، واش هادي واش هادي؟ قلت له شوف اسيدي انا ما يمكنش لي نعذبكم، ما يمكن لياش نعذب راسي، راه السيده راه معاه ودابا تقدر تكون خرجت حيت انا كنت حاضيه، علاش عيطت ليكم؟ صافي بقاو معايا. قال لي واش عندك كارت جواج؟ قلت له ها كارت جواج، ها عندي ها لاكارت ناسيونال ديالي. بصراحه بقى واحد ميم با واحد الساعه لما كانوا انا معاهم تما، جاو معايا وانا شفتو فاش كنت راكبه معاهم، انا شفتو هو، يعني انا شفتو مسترجم، شفتو جالس في لاكويزين. الله اكبر على الحق، يعني هو انا غادي ياخذ حقي منه. صافي دخلنا بالطروبين ديالو من هنا، نزلنا بقينا غاديين جوج. والله الا كان غادي يخرجها وغادي يخرجها من لوطخ كوتي، انا عارفه هو لا ودو تفاسو. دابا الناس راه وصلوا لي. صافي طلعنا، انا بصح كنت طالع انا خيفانه، كنت ترعد كنقول لهم البارح كنت ترعد، شافني البوس كيقول لي ما تخ وحق الله الا كنت مع الجندام. هو داك الجندام جاو معايا خمسه، جوج سيفير ثلاثه لابسين وخايفه كنت ترق لي مالك كترعد. قلت له انا عارفه اش كيسوى، مهما انا عارفه تما كنت خايفه انا غنجيب وحدي غنجي انا خوتي. طلعت وريتهم فين ساكن، قال لي رجعي ما تبانيش انت حنا ما غنبانو. بقى كيدق يدق 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 والو، عيا ميصوني تقريبا ثلث ساعه وحنا كندقوا. صافي جا قال لي ما عندناش الحق نفرعوا الباب حيت ما عندناش الحق. صافي قلت له ماشي مشكل، مشيت معاهم درت المحضر. قالوا لي غدا غادي نصيفط له استدعاء. دابا انا ما صيفطت له استدعاء على حتى شي حاجه. جيت هاد الصباح عاوتاني من الصباح وانا جالسه هنا في الشموشات كنتسنى، بان ليا هو السيد كاين حيت الاقامه اللي عندنا الا اي لا غير دوزتي تحركتي كتبان، سواء كانت مرا سواء كان راجل ني كان كيبان الا ما شديتي السجر. بانت ليا المرا والراجل، يعني كاين في الدار، كاينه معاه في الدار. فاش عيطت ليهم الجندم قلت لهم ها شي واش واش ما جيتوش؟ فاش عيطت للجندم قلتي غبدي قلت له ما جيتش؟ قال لي اجي عندنا. كيفاش غنجي عندهم انا؟ واش انا البارح تكرفص باش مشيت عندهم ودابا انا تكرفص باش نمشي عندهم باش نجيبهم لهنا؟ الا مشيت وجيت يكون مشى، ودابا راه حتى دابا راه يكون مشى، يقدر يكون سلتها من السطح، يكون سلتها من الجهه الاخرى. البوليس واش انا غادي نحضي ولا هما اللي غيحضيو؟ انا اللي عليا راني جالسه حاضيه، عندي الاثبات بان المراه راه كاينه معاه، مي هما كيقول لك لا. وصوتو البارح البوليس قال لي اه ماشي بوليس الجندام باغدو انا ما كان. قال لي حنا شنو غيثبت واش تكون صديقه ديالو ولا صاحبته؟ قلت لا اني معاه. قال لي خصنا حتى نعيطوا ليه هو ونديروا البحث معاه واش كاينه معاه دري. قلت له شوف الله يخليك كنحترمك ولكن غنطنهضر. قلت له دابا خلينا لك بالله، واش دابا هو غايجي يقول لك انا معايا دريه؟ ما غاديش يقول لك معايا دريه. قال لي تنكتشف بان بيناتهم علاقه جنسيه لكن غير عادي ما عندناش الحق. قلت له انا باش غنعرف؟ راه نتوما اللي غتعرفوا. قلت له الدريه مهما كتدخل شاك جوغ معاه، هذه 10 ايام. قلت له السبت والسبت 8 ايام والبارح 10 ايام، وهي معاه في الدار كتدخل وكتخرج عادي معاه في الدار، وعندي تصاور ديالها. قلت لهم ها التصاور ديالها تاكدوا راني كتدخل معاه هي دي في التصاور. قال لي حتى نتاكدوا بان واش بيناتهم شي علاقه جنسيه. قلت لهم سيدي انا ما يمكنليش نتاكد، انتم اللي خصكم تاكدوا، يعني انت خدمتكم انا خدمتكم نتوما.
صافي صافي بقيت تما حيت ما لقيتش نمشي. راه بات البارح الليله كله انا بيت عند الجوندام حيت ما كاينش فين نمشي، ما كاين لا طاكسي لا حتى شي حاجه، غير في الخلا. بات حتى 7 الصباح مع السي ربي ضربتني الفيقه، عيط لي قلت والله حتى نعيط ليه هو، عيط له في النيمو التليفون ديالو، هضر معايا ها هو التسجيل وراك سمعتي، هضر معايا هو وهي، وقلت ليه علاش ما حليتيش البارح خفتي من الجوندام، قال لي ما جا عندي حتى شي واحد البارح. صافي دابا فاش جيت كنعيط للجوندام كيقول لك اجي انت عندنا. ما تقدرش دير محاوله وطلعي؟ لا ما نقدرش، انا البارح البوليس وما قدرتش نطلع، طلعوا البوليس هما اللي انا بقيت مخبيه في الدور الجوندام وطلع باردو. طلعوا البارح الجوندام انا ما قدرتش نطلع، بقيت موراهم. فاش وصلنا للسان كيام باش دقت تخبيت في الدروج، يعني في الدرو ديال الدروج تخبي، حيت انا تما كنت عارفه اش كيس دارك الملكي، تما كنت عارفه اش كيس، حيت نقول لك انا داخل لهم بعدا ندير فيك شي حاجه. رديش قالها لي، قال لي انا ما عنديش مشكل ندخل الحبس ولكن حتى ندير لك شي حاجه ندخل الحبس. مي دابا هما مازال ما جاوش، عييت ما نعيط. يعني غديري دابا شنو؟ علاش باغا توصلي نتيا؟ باغي ناخذ حقي. مات السيد راه ظلمني، واش خصيت خيانه زوجيه مع المراه في الدار؟ دير لي كونط بسمي وانا مخرجني من شهر واحد وانا خارج محيد لي سوارت، دير لي كونط فيسبوك بسميتي وكنيتي صح الشخصيه ديالي، ولا حد دي فوتو ديالي عريانين، لا حد النوامر ديالي وديال خوتي، لا حد دي فوتو ديال لا فامي ديالي ديال الوالد ديالي، وكيهضر في لي كومونتير بسميتي. انا بغيت ناخذ حقي، انا ما باغاش، ما طالبه حتى شي حاجه من الدوله، باغا غير حقي. الا كان هو كما كيقول انا درت ليه يجيب لي لي بروف، انا عندي كلشي لي بروف حاطهم في المحكمه، وتا داك المحضرني في نفت التحفظ، نفت التحفظ لا ما كنعرفهمش هذاك، نفت التحفظ تا هو غادي نجبدو، وكلشي عندي مسجل. انا ما ضلمش هاد السيد، ولا كنت انا كما كيقول انا شفرتو يجيب لي لي بروف. هو ما لقى ما يقول، كيقول لك انا شفرتو، شنو شفرت ليه؟ الدار كلها متعامه، شنو غنشفر ليه؟ كيقول لك شفرت ليه الفلوس، يجيب لي الروسي باش صيفط ديك الفلوس. كاين حتى حاجه، انا كلشي اللي كان كيصيفط ليا عندي الورق، الا مشيتي عند الطابيسي عطيتو 500 درهم كنقول له عافاك سني وحنا تيقول ليا علاش لا روش بيناتنا السرقه. قلت له سمح لي يا سيدي ماشي بيناتنا السرقه، انا عارفه راجل اش كيسوى، حيت ديجا هددني انا كنبغي الوراق، حيت هاد الوقت ما بقاش الثقه. انا داك السيد والده معاه؟ لا ما والداش معاه. كيف تزوج؟ تزوجنا في 2018 شهر 10 فيه 12. شحال كان مزوج ديك الساعه؟ كيفاش شحال كان مجوج بالعيالات؟ كان مجوج، قلت لك انا السادسة من العيالات، كان مجوج بخمسة، ثلاثة الميريكانيين. انا تزوج فيه ب 2018 تزوج به شهر 10 فيه 12 تزوج به. دابا دي السابعة ولا التامنة؟ لا دي السابعة ان شاء الله، تقدر تكون السابعة، انا ما متأكداش 100%، ما نكذب، انا اللي كنعرفها تزوج بها غيكون الورق في المحكمة، حيت انا عندي المحامي دار البحث في المحكمه ولا عاود البحث، قال لي شوفي وفاء الزايدي ما كاين حتى شي، حيت ما يمكنش تجوج ما غطلعش المحكمه، ضروري غيطلع الدوسي المحكمه، سينو صاحبتهم حيت ما غاديش يقدروا يهضروا مع الفلوس، غيقول صاحبته غندور مع المخزن. ما عرفتش انا هادشي، هو اللي كيقول لي انا ما كان هو اللي كيقول لي هادشي، انا متبع على الطاق ديالو، وكان باش زيد كنخاف شحال من دوسي درت معاه ما جاوش كاع ليه البوليس. دابا غير ديال الفيسبوك هذه 10 ايام ملي مشيت عند ولايه الامن حطيته وديت لهم نمره التليفون، قال لي قالوا لي في هذا اليوم انا غادي نعيط له، ما عيطوش ليه مثلا، يعني حتى جات من المحكمه، راه دفعت انا ديريكتومون المحكمه، والمحكمه صيفطت لولايه الامن. هو راه باقي له في الاول ديال شهر 10 غادي يغادر ارض الوطن، غيمشي للولايات المتحده الامريكيه. عايش هو تما، يعني انا اللي غنبقى واكله الدق هنا، يعني جاري عليا من الدار ما كيصرفش عليا، ما فهمتش، يعني ما باغينيش تطلقني، ما باغاش كيقول لي انا تتبقاي حتى طيبي تما حتى تجي تطلقي اصلا. انا باش بزاف باش بزاف، لان هذا ماشي راه هو بصراحه غير ثلاثه راه بزاف، انا غير هذا الثاني صافي بزاف، عاد سته هو عاد واش غتبقى مع، واش غادي يزيدوا معاه ولا ما يزيدوش معاه، واش هادو الناس هادوك هاد العيالات هادوك كاملين خايبين، كاملين خائنات، كاملين شفرات، هو اللي مزيان نامي يقول الحق. يعني من هنا ومن هنا السيد ما كيصحاش من الدروك، ما كيصحاش من الحشيش، ما كيصومش رمضان، وانا نتقلب داك الشيء اللي كنقول، انا نتقلد به ماشي هو في ميريكا كيزها، ميريكا اما هنا ما كيقدرش يزها، هنا كيكون معايا بصراحه ما عمره ما كيخرج الا انا وياه، كيخرج عند صحابه ولكن ما كنحضرش انا مع صحابه. مي في ميريكا بصراحه ما كنعرفوش، ما كنحضيش، ما يمكنش ليا انا نحضي السيد في ميريكا، اما هنا
سو انا الراجل ما غاديش نحديه، الا بغى يدير شي حاجه انا ديما كنقولها له، كنقول له شوف راجلي انا درتي شي حاجه غدرتي انا نخليك منك الله، هو انا غادي يفصل، حيت حنا راه قرينا الفاتحه، حنا ما مشينا كتبنا، راه قرينا الفاتحه وهزينا دينا، يعني در امرنا الله خلانا شي خليت لوح بزاف. راه شنقول لك، راني كنعاودها كيقول لي ما عرفتش والله حتى انا ما بقيتش صافي عييت، ما نهضرت بلوكيت انا سته بيان سور بزاف وعاد بلا ني الخطيبه ديالو، انا براسي كان عندي فاش جوش بيه هزيت له التليفون ديالو ايفون، هو من داك النوع اللي ما كيمسحش لي ميساج، بديت كنقلب ليه التليفون سي نورمال، اي مره كتقلب تليفون راجلها اي راجل كيقلب تليفون مرته، بديت كنقلب كنلقاه اي دريه مخاصم معاها اش كيدير ليها، كيقول لي الا ما صيفطتيش الفلوس ديالي كنصيفط لك غادي نلوح ليك تصاورك، غنهديك غندير لك غنفعل ليك فيلم، راه بيان سور راه فيلم ومازال غادي الفيلم راه ما عندوش نهايه، انا هادي عام وانا عام بعد. دابا شنو غادير اش من الحل دابا غادير؟ دابا انا كنتسنى الجوندام، ما دوش لا ما غاديش نمشي من هنا، كنتسنى الجوندام، ولا وقعت لي شي مشكل انا غنتحمل الجوندام، هو يتحمل المسؤوليه. علاش؟ حيت ما جاوش حاولي ما تقربيش ليه. ما يمكن انا ما نقربش ليه، ولكن كيقول لك جيبي لنا واش بصح كاينه معاه البارح، قلت له ما هي كاينه معاه في الصباح انا شتها كاينه معاه، واش انا نبقى هاد السيد ما غادي انا ما غناكل ما غنشرب ما غنرتاح نبقى مقابل هاد السيد ومقابل انا الجندرم نهايه الجندرم نورمال. هاد السيد ديك العساس راه كيعرفني فهمتيني، راه عارفني راه خصو يعرف شني كاين، واش فهمتيني باش يشوف شني كاين، لا قد الله كاين شي حاجه يتدخل، وكيعرف حتى ماما مي انا ما وصلني حتى شي حاجه لعيم هاد السيد صراحه، انا حاجه وحده السيد العساس ديال الليل هو السبب. واش عرفتي هو السبب؟ لا هو السبب، انا هو حيت هو نعيط ليه، حيت شكون غيعيط ليه؟ ما كاينش اللي غادي يعيط ليه، هو اللي غيعيط ليه، حيت عرفتي علاش؟ حتى كنا غير دقينا فاش دخلنا باب العماره محلوله، باب العماره عادي الباب ديال لاغونتخي حتى هي محلوله غير البارتما ديالو هو، انا عارفه اون فوا كيدق شي حد كيحل عادي، ماشي من داك النوع اللي كيخاف ماشي، الناس قالوا لي ما تحلش الباب راه مرتك جايبه لك الجوندا ما تحلش الباب. شكيتي بالخيانه؟ بيان سور شفتو الخيانه، ماشي شكيت راه كاينه الخيانه، ماشي انا ماشي شكيت راه كاينه، البارح السيده راه كانت معاه وهذه 20 وهي كاينه معاه، ولكن البارح بقيت جالسه تنتاكد، انا حدي كنت كنشوفهم ولكن كنقول تقدر ما نعرف واش جارتهم ولا، حيت كنكون بوحدي ما كاينش غير يحضي ليا ولا يقدر يشوفني يضربني، مي البارح تاكدت بان دخلت معاه الدار، فاش دخلت معاه الدار شنو درت انا؟ قلبت الدوره مشيت واحد الخلا راه ليهن اونفاس مع العماره ديالنا، بانت ليا المراه هي ويا في الدار، تاكدت بان كاينه المراه في الكوزينه. في الكوزينه كتبان كلشي، وهو فاش كنت جاي انا اصلا جاي انا والجندر شفتهم طلوبين، وقلت للجندر قلت لهم راه فينا هو، راه كنشوفو انا من الطلوبين كنشوفو في لاكوزين جالس، مي ما عرفتش. اش بان لكم مشاهدي مقاشف تي في؟ السيد ضارب عليا بواحد سبعه الزويجات ولا مات سته، هادشي والله العظيم نصدمني، هي صدمتني بعدا فاش قالت لي بانه ثلاثه الميريكانيات هذوك ما محسوبينش ما معناش، عاد ثلاثه اخرين هي ما كانتش عارفه بطبيعه الحال. كاين مشكل، شنو غديري دابا؟ الله ما دابا تبقاي عاصره هنا ما غتحركيش. شي مشكل حيت انا عارفه غادي يضربني، انا عارفه اي حاجه غيديرها حيت كيقول لك ما عندكش خوك شي واحد يجي معاك على الاقل جيب بوحدك ما خيفاش. علاش غنخاف؟ خوتي ما بغاش يحطو في المشكل، هو اصلا خوتي راه مدخلهم، راه خوتي ما حرفوش. بغيتي ما بغيتيش تدخلي خوتك باش ما يبقاوش في المشاكل؟ خوتي ما بغيتش حيت خوتي ما نحملش. وانت قلتي خايفه اللي يضربك؟ ماشي يضرب دابا، الا جيت انا وهو ضربني خوتي ما عندوش يضربوه، غنطيح على السر روح، انا ما بغيتش ندخل خوتي، انا ما بغيت ندخل حتى شي حد. وما تدخلتيش واحد من العائله؟ حتى شي حاجه، انا القانون انا عيطت ليه، راه عندي تسجيلات، انتم جيتوا الله يكثر خيركم، الناس راهم تشهور، الناس راه شايفينهم، حيت انا جيت من هنا وسولت غير بعد الناس عاديين غير قلقلتهم، قالوا لي بصح راه كيدخل دريه ما عرفناش شكون، واش بنت خالته ولا هذه، حيت قلت لهم لا ما يمكنش غادي تدخل بنت خالته غادي تدخلها بوحديتها،
ما يعنيش غتجي. قلت له بنت خالته، قلت له بنت خالته ما عمره ما كيجيو عنده. وبقيت كنحدي نفس السيده اللي كتجي عنده، هي اللي كتجي معاه ديما وكيدخل معاه عادي بان شيئا لم ياكل. غير انا كنكون بعيده باش نصور، ما يمكنش ليا نقرب ونصور، حيت عارف هنا هذا الحي هذا شويه شعبي، ماشي راقي، شويه شعبي. اون فوا غيشوفوني غيمشيو لعندو يقولوها لي. يعني كنبقى بعيد كنراقب، كنحدي راه كاين لي سباس فين متخبي، راه غير خلا هنا كنبقى ليه، كندير عبايه وكندير فولار باش ما نباش. فاش كنبغي نتاكد عاوتاني كنقلب الدور، كنخليه حتى نتاكد بان راه دخل الدار. وتالي غتبقى بهمك؟ انا اليوم الا ما جاوش الجندم ما داروش حقي، انا غادي ندير شي حل، ما نكذبش عليك. انا ما عرفتش خصهم يديروا حقي. 100 مراه راه كاينه معاه، ودابا حد ما الجندم مازال ما جاوش، راه المراه راه خرجها منين؟ حيت انا شفتها في الصباح وشفتها البارح، منو خدقوا عليهم الجونطه ما تسوقش ني بالا، باقا معها المراه في الدار. اش كيقول؟ راه كيقول مع راسو راجي غنعطيهم فلوس ما غاديش يهضروا معايا. داكشي كما كيقول ليا، راه ديجا قال ليا انا القاضي الا بغيت رشي القاضي غادي يرشي، انا ما غتصوري مني والو مهما السيد داير هادشي كله ومخايبش. راه يعني راه عنده شي حاجه تحت راسو، ما يمكنش هو غيدير هادشي غير تحت راسو هكا. يعني جوهره الدرك الملكي جو سير سير سير. المهم الدرك الملكي جا ونتبعوا هذا الفيلم. وفي واش من فيلم هذا؟ المهم بلا سخلي القضيه فيها جوندارم، جوندارم جاو ما عرفناش شكون اللي داخل، واش غيلقاو ولا ما غيلقاوش. المهم الفيلم مازال طويل، خليكم معنا. السلام عليكم، لاباس؟ إذا المشاهدين موقع شوف تي في، تبعوا معنا الفيلم التشويقي. أنا هذا كنسميوه فيلم. السيدة مسكينة ما نعساش من البارح وهي مقابلة راجلها. السيد مزوج بسبعة ولا مع ستة، إذا مشاهدي موقع شوف تي في دائما على المباشر. واش غادي يكون اقتحام للشقة بأمر من الوكيل الملك، ولا غادي يدقوا عليه وغيحل ولا ما غاديش يحل؟ واش غتلقى شي حاجة ولا ما غتلقى والو؟ المهم السيدة دايرة الشكايات ديالها، متبعة المسطرة ديالها، دايرة القانون ديالها. الله يسر لها الأمور إن شاء الله. وحنا جيت تقريبا في الاخر ديال الدار البيضاء، سعدة الثالثة هادي تبارك الله. زيد كمل عليا سعدة جوجينا من ليه هاك. يلا شيفور يلا. مشاهدي موقع شوف تي في، نتوما دائما على المباشر. غادي نتسنى واحد شويه، نصبروا نشوفوا اشنو الجديد في هذه القضيه. يعني السيده مقابله رزقه، حاضيه راجلها، عارفه شنو كاين من البارح، وتواصلت معها تقريبا مع جوج ديال الصباح وقالت لي راني مازال واقفه، مازال البرد، ما عنديش فين نبرك. قلت لها سير للدار، قالت لك لا خاصني نفك هذا المشكل مره واحده باش ما نبقاش مبرسطه. المهم الله يحسن العوان، الخيانه ما يبغاتها شي واحد.
يعني السيد هو اصلا ديجا مزوج بالسق وهي السابعه بزاف. اشمن كارتي في كازا هذه السعاده ثلاثه. انا والله ما عرفت هذا الكارتي بعدا فين جات، هذه في الاخر جيت تفوت الرحمه. المهم عمري ما وصلت هنا، توصلت اليوم نشوف هذا الفيلم فين غادي يوصل، حيت كاين قانون يعني ما يمكنش تجي وتقتحم شقه تقدر يكون السيد ما كاين حتى شي حاجه، فخاص ضروري امر من وكيل الملك يعني باش انتم تبعتوا القصه ديال ديك الزوجه اللي عصرات لي راجلها تقريبا سيمانه وهي باركه تحت من الدار يعني بسبب الخيانه، يعني حتى خرج حتى ما بقى عنده فين يزيد. نفس الشيء ان السيده كطالب يعني بحقها يعني يطلقها ولا يعطيها الامور ديالها ولا تشوف المهم داكشي بيناتهم. لا ما يمكنش لي نقرب لان كاين حديث ما بين الدرك الملكي يعني كل احترام لهم وما بين السيده، يعني ما نقدروش نعطيه اشنو كيدور بيناتهم من الكلام. نتسناو ونشوفوا شنو كاين من هنايا. دخلوا غادي ندخلوا معهم، خرجوا غادي نبقاو هنا ناخذوا نسمعوا السيده شنو غتقول ونكملوا معكم الفيلم. لا الناس اللي كيسولوا مزوج بسبعه، زوج بثلاثه امريكانيات فرتك معهم الجغله زاد واحد ثلاثه اخرين حتى هما. المهم فك معهم هي السابعه ربما. المهم كاين تطورات، ضروري يكون تطورات. الناس ولاو كيخرجوا يعني ولاو الناس خارجين دابا واحد شويه يعني الفضول باش يعرفوا اشنو واقع الدرك الملكي علاش كاين هنايا، وحتى الناس اللي كيشاهدوا شوف تي في يعني غادي يكونوا عارفين المكان وباش نبينوا الوجوه ديالهم. خايبة ولا دي شارجة التليفون تما بقينا. تحياتي موسى. كتهضر ولا كتصور؟ كتهضر. ها؟